عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه صديقي، لاول مره حضرتك تشوفني فانا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها لانه محتوانا بيستحق الدعم. اليوم ان شاء الله رب العالمين اهلا بكم في فيديو جديد وفكره جديده عن ازاي نعمل انفرتر بابسط طريقه نظرا لانقطاع النور الكتير يا جماعه. فانت محتاج تشغل بيتك على بطاريه. يعني ايه هندسه؟ يعني حضرتك هتجيب بطاريه وهتوصل عليها انفرتر هيحول لك البطاريه ديت اللي هي بتخرج دي سي او باور سبلاي بيخرج دي سي، هيخرج لك الناحيه الثانيه تيار اي سي 220 فولت، شغل بيه لمبه، شغل بيه مروحه، شغل بيه اي حاجه من الحاجات ديت. ولكن طبعا ده كله بيرجع لحسب قدره الانفرتر بتاعك. فالنهارده ان شاء الله رب العالمين هناخد مع بعض ابسط طريقه نعمل بيها انفرتر اللي هو عاكس التيار. زي ما احنا عارفين يا جماعه دواير الانفرتر كتير جدا، منها اللي بيشتغل بساين ويف او موجه مشابهه تماما لموجه المصدر 220 فولت، ومنها الموجه المعدله وبيكون شكلها زي ما هو موضح بالشكل، وفي منها السكوير ويف. ابسط طريقه وابسط حل وابسط دائره لعمل انفرتر انت ممكن تصممها انت بنفسك في البيت هي السكوير ويف، او بيسموها الموجه المربعه لانه مش بيحتاج عناصر كتير وانت ممكن تنفذه بنفسك باسهل طريقه. هي دايره بسيطه جدا، ولكن في بعض الملاحظات او ملاحظتين بالتحديد لازم تخلي بالك منهم جدا عشان الدائره بتاعتك دي تنجح وتحصل على جهد مناسب لتشغيل احمال في المنزل عندك على بطاريه 12 فولت او باور سبلاي 12 فولت. الدائره دي بتخرج سكوير ويف موجه مربعه، وهي موجه بتناسب اغلب الاجهزه ال 220 فولت. بعد ما نصمم الدائره هنتعرف على الاجهزه اللي ممكن نشغلها بالدائره. هنستخدم محول 3 طرف اللي هو 12 0 12، يعني الملف الثانوي بتاعه هيكون 3 اطراف كما بالشكل. الملف الابتدائي معانا النهارده هيكون هو الملف الخارج، والملف الثانوي هو ملف الدفع. فالمحول هيكون معانا النهارده هو محول هيبقى خافض للجهد، هنحوله لمحول رافع للجهد، ولكن بشرط ان يكون محول بيخرج 3 اطراف. بالنسبه للشغل على الملف الثانوي فاحنا هنحتاج ترانزستور باور ان بي ان، الكوليكتور هيتوصل مع طرف من اطراف ال 12 فولت، والاميتر هيتوصل مع سالب الباور سبلاي او البطاريه، والطرف الثالث من المحول هيتوصل مع البيز بتاعه الترانزستور من خلال مقاومه 100 او. وحسب الترانزستور وحسب المحول بتاعك تقدر تغير في قيمه المقاومه دي، ولكن كمتوسط هناخدها 100 او. السنتر تيب وهي الفرده اللي في الوسط دي هنوصلها بموجب الباور سبلاي. هنلاحظ مع بعض حاجه مهمه جدا وهو نوع الترانزستور والمقاومه المتوصله مع بيز الترانزستور. عمليا بقى هنوصل الترانزستور على هيت سينك، وهيت سينك هي عباره عن حته معدنيه كده او حته معدن مصنوعه من الالومنيا علشان تبدد الحراره، لان الباور ترانزستور هيسخن جدا جدا في الموضوع ده، فمحتاج هيت سينك كبير جدا عشان يبدد الحراره بتاعتي وبالتالي الترانزستور بتاعك يكمل معاك. فالهيت سينك بتاعك لازم يكون قوي عشان بيبقى فيه سخونه جامده جدا في دوائر الباور بالنسبه للترانزستور. نوع الترانزستور اللي هنستخدمه 13005. بيز الترانزستور ده بيتحمل الجهود العاليه والتيارات العاليه، فلازم تستخدم الترانزستور 13005 عشان كده مش بيتحرق معاك بسهوله في دوائر الانفرتر. المشكله دايما بتكون عند فصل الباور في حال توصيل حمل مع المحول وتشغيل دائرة الانفرتر، بيكون في تيار عالي بيمر في الملف الثانوي وفي فيض مغناطيسي عالي في المحول، وبالتالي لما بنيجي نفصل الباور فالفيض المغناطيسي ده بيتفرغ في الترانزستور بتاعي. اكتر حاجه حساسه في الترانزستور هم الكوليكتور والاميتر، لو جهدهم منخفض وبالتالي هم اللي هيطيروا ويطيروا الترانزستور. لكن 13005 جهده بيكون في حدود اعلى من 500 فولت، عشان كده بيز الترانزستور ده اللي هو 13005 مش بيتاثر بالجهد وبيتحمل تيار عالي وجهد عالي، وبالتالي بيتحمل تفريغ المحول بتاعي. ودي اول نقطة في نجاح التجربة بتاعتي ان انا استخدم ترانزستور 13005. في ترانزستورز اقوى ولكن جهد الترانزستور بيكون اقل، وبالتالي بيتحرق معاك لما اجي افصل التيار بسبب تفريغ تيار الحث في الترانزستور. بيفضل ان انا استخدم اسلاك سميكة علشان تستحمل التيار العالي المسحوب. اميتر الترانزستور هيتوصل بسالب الباور، وطرف من اطراف ال 12 فولت هيتوصل بالكولكتر او الجزء المعدني في حالة انك مستخدم ترانزستور مش معزول. الجزء المعدني ده بيكون هو الكولكتر. بيز الترانزستور هنوصلها بمقاومه 100 اوم، ولازم تلاحظ المقاومه قدرتها قد ايه، لانك لو استخدمت القدره 1 وات او 2 وات المقاومه هتسخن وهتتحرق معاك والدايره هتقف معاك. فالنقطه الثانيه او الملاحظه الثانيه بعد ما تستخدم ترانزستور 13005 استخدم مقاومه قدرتها عاليه تتحمل معاك السخونيه. اذا قدره المقاومه مهمه جدا في نجاح دائره الانفرتر. هنوصل بيز الترانزستور مع الطرف الثاني ل 12 فولت من خلال المقاومه، وبكده وصلنا كل التوصيلات وباقي الموجب بس. هنشغل باور سبلاي على 12 فولت وهنوصل موجب. طبعا اول حضرتك ما تيجي تشغل هتسمع صوت فيض مغناطيسي داخل المحول، ففي زي زنه كده عاليه شويه على المحول. اول ما توصل حمل الزنه دي بتختفي، وصوت الفيض ده بيكون بسبب صوت الفيض في المحول في الملف الثانوي بالتحديد، لان تيار اعلى وعدد لفات اقل. هنروح على الاوتبوت عشان نقيس
الخرج بتاعي، ودايما في الخرج بتاعك تخليك على اعلى تدريج في الفولت، في الافوميتر يعني اللي هو 750 فولت، عشان ممكن المالتي ميتر يضرب معاك. هنلاقي ان الجهد بتاعي خارج من الدايره ديت حوالي 277 فولت. اول ما توصل الحمل الجهد ده بيقل وبيظبط معاك. فلو جينا نجرب مثلا شاحن موبايل 5 واط هنلاقيه اشتغل وصوت المحول اختفى، ولو قيسنا الجهد هتلاقيه لو استخدمنا شاحن 2 امبير برضو موبايل هنلاقيه اشتغل معايا. اذا شاحن 2 امبير هتلاقيه اشتغل معايا. نراجع على سخونيه الدايره، لو رجعت حضرتك هتلاقي الدنيا حلوه خالص، مفيش سخونيه في الترانزستور والكلام ده. لو جربت على لمبه موفره 20 واط عندك هتلاقيها اشتغلت برضو نورت معاك. يبقى انت ممكن تستخدم الدايره دي في ان انت تستغلها يوصل معاك كهرباء او اضاءه في حاله انقطاع التيار الكهربي، فاللمبه هتلاقيها اشتغلت وشاحن الموبايل كمان اشتغلت معاك. بعد ما جربناها على 12 فولت، لو جربتها على بطاريه ليثيوم 12 فولت هتشتغل معاك، يعني مجموعه من البطاريات كده حوالي 3 بطاريات مع بعض يطلعوا لي 12 فولت ووصلتها هتلاقيها اشتغلت معاك. السالب مع ايميتر الترانزستور والموجب مع السنتر تيب وبالتجربه هتلاقيها اشتغلت. لمبه مثلا 35 واط هتلاقيها اشتغلت معاك حتى لو كان البطاريه امبيرها ضعيف، لان البطاريه اللي لسه حوالي امبيرها حوالي 2.2 امبير. اذا التجربه هتكون ناجحه على الباور سبلاي وعلى البطاريه. وزي ما حضرتك شايف يا صديقي العزيز، ادي الترانس بتاع حضرتك، ملف الثانوي ملف الابتدائي، بس احنا طبعا مدخلين من على الثانوي ومخرجين من على الابتدائي بتاعي. ده القلب الحديدي تمام، ده عندي طرف 12 وطرف 0 وطرف 12. ده الترانزستور بتاعي، دي المقاومه ال 100 اوم، ادي ال 220 اللي هحصل عليهم، ده الاوتبوت بتاعي. الزيرو هيكون مع الموجب اللي هو السنتر تيب، دي الطرف السنتر تيب، ده فرد 12 وفرد 12 ما يوصلهم من خلال المقاومه ال 100 اوم البيز بتاع الترانزستور. الاميتر متوصل مع السالب، والكوليكتور متوصل لطرف من اطراف ال 12، ده سواء كان بطاريه او سواء كانت الباور سبلاي. كالعاده ده كان فيديو جوم، ارجو اكون افدت حضراتكم معلومه. في حضرتك استفدت لايك وشير، وعمر حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناه، وكلم حد عننا لان محتوانا يستحق الدعم. اشوفكم على خير، كان معاكم كالعاده عبد الرؤوف عماد من قناه عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. هنتكلم النهارده ان شاء الله رب العالمين عن مفتاح من مفاتيح النجاح، كان الدكتور ابراهيم فيه اتكلم عنه في كتابه المشهور جدا اللي هو المفاتيح العشره النجاح. المفتاح اللي هنتكلم عنه النهارده هو الخبره. بيسالوه بيقولوا انت جبت الفلوس دي كلها ازاي، وعملت الثروه الجميله دي كلها ازاي، وتعبت وشقيت ازاي؟ قال لهم من خلال الخبره. قالوا له طب انت جبت الخبره ديت منين؟ قال لهم من القرارات السليمه. قالوا له طب انت جبت القرارات السليمه ديت منين؟ كان رده ان هو قال من القرارات الخاطئه. يبقى عشان تنجح لازم تغلط، لا محاله. كنت في امتحان مره من المرات يا جماعه، يعني كانت الناس كلها عدت الامتحان ده الا انا. الراجل الممتحن اللي كان هيمتحن تاني قال لي مش مشكله هنعيد الامتحان تاني. والجميل في الموضوع انك لازم تفشل علشان تنجح، لان هو النجاح عباره عن مجموعه من الخطوات او التجارب الفشل اللي انت بعدها بتنجح على طول. يبقى النجاح ان انا بحاول في حاجه ففشلت فيها فبعملها تاني علشان افشل فيها تاني واعدل تاني وابدا اظبط تاني عشان انجح، المهم توصل فيه للاخر. كتير من الاوقات هتاخد قرارات خاطئه. القرارات الخاطئه خد بالك، الاخطاء هي التي ربت الانسان، وعليك ان تعلم ان انت لما تيجي تاخد قرارات خاطئه هتتعلم منها اكيد، وكتير هتاخد قرارات خاطئه مش هتكون في مصلحتك، بس اكيد هيتعلم منها، بحيث ان هي لو اتكررت تاني قدامك اكيد اكيد مش هتعملها بنفس الخطوات. لان كان دايما اينشتاين بيقول برضو انك لو عملت نفس الخطوات هتحصل على نفس النتائج، فمن الغباء انك تعمل نفس الخطوات في كل مره عشان تحصل على نفس النتائج، لازم تعدل عشان توصل للي انت عايزه. في كتير من الاوقات هتقابل ناس هتحاول تهدك وتحاول تقلل منك وتحاول تقول لك انت مش هتنجح. ابسط مثال ده ممكن يكون اقرب الناس ليك هم اللي هيعملوا الكلام ده، لكن نصيحتي ليك طول ما انت مقتنع باللي انت عايزه ان شاء الله رب العالمين، ان ما تقتنع به يحدث بالفعل، ان العقل البشري يجذب اليه كل سبل والحاجات اللي تيسر لك الامر اللي انت عايز تروح له بعد توفيق ربنا طبعا سبحانه وتعالى. وهتقابل الناس اللي هم هيحاولوا يبعدوك من حين لاخر عن الكارير بتاعك عن حلمك. يقول لك يا عم ده اللي انت بتعمله ده كله ماليش اي فايده، ده انت ما بتستفيدش اي حاجه من الحاجات اللي انت بتعملها. حاول يهدك بشده الطرق عشان يوقفك. ايمانك بنفسك وثقتك بنفسك واستمرارك هو ده اللي هيوصلك باذن الله تعالى. وانت باحتكاكك مع الناس ديت خدت خبره كمان، انك تعلمت تتعامل مع نوعيات جديده من البشر، نوعيات ديت عمرك ما شفتها في حياتك، وكائنات ومخلوقات غريبه. يعني سبحان الله احنا بنشوف حاجات غريبه جدا في حياتك. فلو خدت قرار خاطئ في حياتك ورجعت تاني خدته نفس القرار، فاكيد ده نوع من انواع اللي هو حاجه مش مظبوطه. وخد بالك برضو، يعني عود نفسك انك من الوارد جدا انك تغلط مره واثنين وتكرر نفس الخطا. يحكي لك على الحاجات ديت ويحكي لك انه لم يكن الامر رومانسيا قط. وخليني كده احكي لك حته صغيره كده، ان شاء الله انا هحاول اعمل حلقه عن ستيف جوبز. ستيف جوبز يا جماعه هو مؤسس شركه ابل. شركه ابل طبعا ستيف جوبز قعد في الكليه 6 شهور، اول 6 شهور وبعد كده سابها لانه ما كانش اهله قادرين ينفقوا عليه النفقات الجامعه. ف
وغير ان هو اصلا ما كانش مستمتع بالدراسة، وكان بيقول انا هستفيد ايه من اللي انا بدرسه. بدرسه. يتخلى عن الجامعة في اول 6 شهور ويحضر المحاضرات اللي هي كانت بتستهويه وبتشبع رغبته. عشان يحضر المحاضرات دي كان لازما ان هو يعيش في المدينة، لان المدينة اللي ساكن فيها بعيدة جدا عن المدينة اللي فيها الجامعة، فكان لابد ان يعيش في المدينة. فكان ما كانش معاه فلوس علشان يدفع علشان يقدر يعيش في السكن الجامعي، فكان بيستسمح زمايله ان هو ينام على الارض بس في الاوضه، قال لهم انا هاخد ركن بس جنبكم هنا. وفعلا زمايله كانوا بيسعوه وكانوا بيساعدوه، وكان بيمشي كل يوم احد حوالي 7 اميال علشان يحصل على وجبه نظيفه من احد المعابد الهنديه اللي كانت بتوزع وجبات مجانيه. وكان عشان يصرف على نفسه كان بيجمع الكول، عارف انت ازاز الكنزات، كان بيجمعها لان هم كانوا بيعضوا بعض سنتات على الناس اللي بتجمع. فكان بيعمل عمليه ريسايكلينج، دول بركه بتعمل ريسايكل، فاللي بيجمع بيدوه مثلا مقابل 5 سنت. فقال لك لما انا سبت الجامعه لم يكن الامر رومانسيا قط. جوبز اللي كان عامل الثروه دي كلها، اللي عامل شركه ابل، لشركه ابل لما تيجي تشتري اقل جهاز فيها ب 30,000 جنيه دلوقتي تلاقي عمل كده. اه فعلا هم دول الناجحين يا جماعه، هم دول الناس اللي ثابروا. فدايما خليك فاكر كده، لم يكن الامر رومانسيا قط. لما تتعب شوية، أعتقد إن ظروفك أفضل حالة من ظروف جوبز يعني، فلما تتعب شوية إيه المشكلة؟ اسهر. ودايما كان جوبز يقول بعض الكلمات الشديدة أو اللي بتمس قلبي أنا شخصيا، إن هو كان بيقول إذا لم تجد ما تحبه فابحث عنه واستمر في البحث عنه إن لم تجده، فإذا وجدته فكما هو الحال في كل أعمال القلوب، إذا وجدت ما تحبه سترتبط به وستعثر عليه لا محالة، وستعرفه وستحبه. نيجي بقى دلوقتي، أنت قلت اللي بتحبه وبتشتغل والكلام ده كله ما بيجيبش لك العائد المادي اللي أنت بتستناه أو الكلام ده، استمر وطور وإن شاء الله هتوصل. أنا بكلمك دلوقتي وأنا بحقق الحلم على فكرة، وواثق بإذن الله جل وعلا إن أنا هوصل بإذن الله جل وعلا. وكنت نشرت على فيسبوك من فترة كده وقلت إني one day I will say I did it. وخليك معايا بقى، والله المستعان، استعنا بالله أنا وأنت يعني. فالخبرة هي جزء أو مفتاح من المفاتيح العشرة للنجاح يا جماعة. في كتاب اسمه مفاتيح العشرة للنجاح الدكتور بيقول في إيه، أنا لا أمل من قراءة هذا الكتاب، لأنه بيعطي طاقة حماسية رهيبة جدا من حين لآخر. لأن أنت بطبيعة الحياة وضغوط الحياة تلاقي نفسك طب إيه ده؟ طب اللي انا ماشي فيه ده صح؟ طب انا هوصل؟ طب انا هعمل الكلام ده كله؟ وتحاول بعض الشوشره الديستورشنز اللي حواليك تاثر عليك، فانت انقذ نفسك بسرعه والحق نفسك من خلال قراءه مثل هذه الكتب التحفيزيه. التنميه البشريه ملهاش اي ميزه غير انها بتحفزك، فكفايه يعني. ده الفيديو بتاعنا، ارجوكم حضرتك استفدت، حضرتك استفدت لايك وشير، والاول مره حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.